السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. متواجد الجامعة، طلاب سافروا إلى بلدانهم وإلى أهاليهم، لكن أنا موجود في المدينة حتى الآن وفي الجامعة كذلك. أداوم كل يوم، كل الإجازة أنا أشتغل في الجامعة في عمادة القبول والتسجيل. إن شاء الله أوريكم الآن. عندي ما يسمى تدريب الميداني، عندي تدريب ميداني في الجامعة. بعض الطلاب ذهبوا إلى بلدانهم لكي يسووا التدريب الميداني، لكن أنا الحمد لله ما حصلت مكان وما سافرت، حصلت لكن في الجامعة وفي العمادة سبحان الله، وأشتغل في الحاسب الآلي. إن شاء الله أوريكم مكان العمل. وهذا التدريب الميداني هو كما أعتقد كل طلاب الجامعة عندهم تدريبات ميدانية قبل أن يتخرجوا، لكن الكليات الدينية أو الكليات الأدبية التدريب حقهم مو ما يأخذ منهم وقت كثير، يعني أسبوعين يومين 5 أيام زي كذا كما أعتقد وسمعت من بعض الطلاب. لكن أما كليات العلمية، هندسة، حاسب، علوم، كلهم يكون تقريبا شهرين، يعني في الإجازة كلها لازم تشتغل في الإجازة قبل أن تتخرج بسنة، لازم تسوي هذا التدريب واجب، وفي درجات كمان، في درجات تأخذ فيها درجات ساعتين، لازم تداوم من الأحد إلى يوم الخميس. ممكن يصير طالب، ممكن يحصل أي وظيفة، لكن الوظيفة ما تأخذ فيها ولا فلوس، ما تأخذ فيها ولا ريال، مجان، تعمل في مجان وتتدرب أنت، يدربك تتدرب فقط، ما في فلوس، لكن أهم شيء التدريب. وهذا التدريب يساعد على الطلاب، يساعد الطلاب كثيرا بعد ما يتخرجوا، عشان ما يجلسون بالفاضي، يتعلمون كيف يشتغل مع الناس، كيف يتعاون مع الناس، يتعلم كل هذا، ومفيد جدا للطلاب في كل ناحية. هذه هي الجامعة، ما في سيارات كثيرة، ما في طلاب كثير، بس السيارات أمام العمادات، العمادات شغالة. ولكن في طلاب يدرسون الآن كذلك، يدرسون في الفصل الصيفي. أنا ما أستطيع أمر أروح هناك وأمر هناك وأجي كذا وأدخل كذا، أطلع من هنا على طول. هذا الوادي يوصل وادي العقيق، هذا الوادي يوصل وادي العقيق، ولكن ليس هو وادي العقيق. بعضهم يقولون هو وادي العقيق، لا، يوصل فقط الماء اللي جات يوصلون إلى وادي العقيق. أنا أعمل في عمادة القبول والتسجيل الدور الثالث، عمادة شؤون الأكاديمية أو الحاسب الآلي، في مسميين. الآن أوريكم إن شاء الله الداخل كلها. بسم الله ندخل. هذه العمادة، الموظفون يضعون أصبعهم هنا عشان يحضرون نفسهم. أوريكم فوق إن شاء الله. أوريكم المكتب، هذا هو المكتب وحدة شؤون الأكاديمية. أنا مكتبي هذا هو، هذا هو مكتبي. بسم الله، هذا هو مكتبي.